اتكلمنا الفيديو اللي فات عن ازاي الفراعنة كانوا بيضربوا الارقام في بعضها، وعرفنا الطريقة بتاعتهم المبهرة في ضرب اي ارقام في الدنيا. تعالوا بقى نشوف طريقة قسمة الارقام على بعضها بتكون ازاي. تعالوا ناخد كده مثال، لو خد ونفهم بقى مع بعض الطريقة بتاعتهم من خلال المثال ده. لو قلنا مثلا الرقم ده 1075، عاوز اقسمه على 25، كانوا بيعملوا ايه؟ نفس الطريقة بتاعت ضرب الارقام، بس هنا بنعكس بقى. بروح ماسك ال 25 دي واقسمها بقى كالاتي، بتبقى 1 2 4 8 16 32، وافضل ماشي وهكذا. كل اللي انا بعمله ان انا بروح مقسم الارقام بتاعتي، ببدأ من أول الواحد وبفضل ماشي في المضاعفات بتاعته. يعني الواحد بيبقى 2، بعد كده 4، بعد كده 8، بعد كده 16، 32 وهكذا. فمن خلال الأرقام دي بتقدر تجيب لي أي رقم في الدنيا. بعد كده الرقم اللي هو التاني اللي أنا المفروض إيه؟ إن أنا المفروض هقسمه، اللي هو كام؟ اللي هو 1075. بنعتبر إن كل وحدة واحدة من دول عبارة عن 25، كل وحدة واحدة من دول عبارة عن 25. يعني ايه؟ يعني الواحد قصاده اهي 25، الاتنين تبقى قصادها 50، الاربعة تبقى 100. كل الموضوع اللي انا بعمله ببدأ من اول الواحد، بعتبر ان قيمة الوحدة الواحدة من الرقم ده تساوي 25 من الرقم ده، وببدأ ان انا بقى ايه؟ ان انا اضعفها على طول. 25 تبقى 50، بعد كده تبقى 100، ثم 200، ثم 400، ثم 800، وهكذا، وافضل ماشي في هذه السلسلة على حسب قيمة الرقم اللي عندي. بعد كده بنأتي لمرحلة التجميع بقى. بروح ماسك كل رقم من الارقام اللي انا المفروض جبت المضاعفات بتاعتها، واروح قايل كام من دول يساوي ال 1075. بروح جايب من اول الكبير، يبقى عندي ال 800، وال 200 يبقى كام؟ يبقى 1000، و50 يبقى 1050، و25 يبقى 1000 وكام؟ يبقى 1075. جمع لي بقى كده كل دول، جمع كده بإشارة الزائد، تلاقي ان دول هم عبارة عن ال 1075 دول. اروح بقى ماشي واشوف مين اللي قصاد دول بالظبط في الناحيه التانية، اشوف مين اللي قصاد دول بالظبط في الناحيه التانية. ال 25 قصادها كام؟ قصادها 1، وال 50 قصادها 2، وال 200 قصادها 8، وال 800 قصادها 32. واروح بقى مجمع اللي انا خدتهم من هنا بقى، 1 و2 3، 3 و8، 3 و8 يبقى كام؟ يبقى 11، 11 و32 يبقى كام؟ يبقى جمع بقى دول كل دول على بعضهم كده، يبقى كام؟ يبقى 43، وتكون هي دي النتيجة بتاعت القسمة بتاعتنا. طب تعالى كده نقرر نشوف الآلة الحاسبة هتقول لنا ايه. بالآلة الحاسبة بنقول 1075 مقسومة على 25 يطلع الناتج 43، ودي كانت الطريقة بتاعت الفراعنة في قسمة الأرقام. بنعمل إيه تاني بسرعة؟ بنروح ماسكين الرقم اللي عندنا ونروح مقسمينه، اللي هو مين اللي هو المقسوم عليه، واروح مقسمه بالمضاعفات 1 2 4 8 16 32 64 وهكذا، على حسب ما الرقم عندي كان كبير او صغير. بعد كده بروح ماسك كل رقم من دول وبعتبره بيساوي وحده واحده من الرقم اللي انا قسمته، يعني الواحد يبقى قصاده 25، وببتدي ان انا اضاعف الرقم اللي عندي. يعني ال 25 تبقى 50، ثم 100، ثم 200، 400، 800، 1600 وهكذا، افضل ماشي في المضاعفات. بعد كده بروح مجمع من الارقام الكبيره دي اللي مجموعه يساوي الرقم المقسوم اللي عندي، وباخد الرقم اللي قصاد كل رقم من دول، وبيبقى هو النتيجه اللي طلعت عندي زي النتيجه اللي احنا شفناها دي. 1075 على 25 طلعت ب 43 بطريقة الفراعنة المصريين القدماء في
في القسمه، وشفنا في الفيديو اللي فات طريقه الضرب للفراعنه المصريين. دائما نفهم بتاتي بالافكار الجديده والخلاقه، جديد وقديم، المهم ان هي تساعدنا في التعليم. دي كانت فكرتنا، لو عندك اي سؤال لا تتردد لحظه ان انت تراسلنا، مع نفهم نتعلم ببساطه، والى اللقاء.